Hello, dear students from all over Egypt. Welcome to today's session. With you today, Ms. Wafaa Hassouf, Soheil Governorate, and Ms. Amani, our supervisor for this session, Ms. Amani Shawqi, Karbiya Governorate. Well, uh, in the previous session, we spoke about writing tips. Uh, المحاضرة اللي فاتت طلبنا الغاليين. اهلا بيكم طبعا أه وضحنا لحضراتكم ازاي ان احنا نكتب ريبورد او ازاي ان احنا مثلا لو انا عايز اكتب قصه اخباريه اكتبها ازاي أه احنا عارفين طبعا ان هير ستوري واليونت اللي قبلها اللي هو يونت 1 ريد اول اباوت ات بيتكلم على لو انت حضرتك هتكتب روايه هتكتب مقال هتكتب في في جريده بشكل رسمي how to write it uh, in a perfect way فاحنا بنعلمها كده tips to a perfect writing ان انت تكتب بشكل ان شاء الله جيد. So we spoke about writing um, a report for a survey results ان احنا نكتب report او نكتب تقرير عن نتائج لاستطلاع للرأي وكمان اخذنا how to write uh, news stories uh, perfectly ان انت تكتب قصه اخباريه بشكل جيد. ايه العناصر اللي فيها well today we are going to speak about two ways of writing essays المقالات لان دي بتبقى موجودة عندنا ان شاء الله في الامتحان والنهاردة ان شاء الله we will take uh, we will talk about two types of essays starting with a reflective essay Reflective essay اللي هو يعتبر يعني زي uh, uh, مقال انعكاسي، هو يقصد ايه بكلمة انعكاس؟ أنه بيعكس الراي، it reflects ideas. So this is a reflective essay. Reflective essay written in order to look back on personal experiences and measure how that experience has helped the author to grow or change. يبقى reflective essay عبارة عن إيه بالتحديد؟ زي ما احنا شايفين كده في الصورة إن أنت حضرتك ب... عارفين اللي هو بيدي انعكاس للماضي بتاع حضرتك بتتذكر ايه اللي حصل قبل كده الخبرات اللي أنت عشتها ومدى تأثرك مدى استفدتك من الخبرات دي في الوقت الحالي. So this is a reflective essay Well how to write a perfect reflective essay أنت تكتب um, مقال انعكاسي بشكل رائع ازاي طيب نمبر 1 آه عارفين كده بتتخيل ان العناصر دي يعني انت ان شاء الله باذن الله في الامتحان لو جالك رايد ريفلكتيف اسي بتعمل ايه بتاخد كده يعني زي جانب كده عارفين في النوتس اللي بتبقى من ورا وتعمل فيها الشورت اللي انا عاملاه لحضرتك ده المخطط الصغير اللي موجود ده لو انت نفذت العناصر بتاعته ان شاء الله رايدنج يور هتبقى بإذن الله uh, pretty easy for you هتكون سهلة جدا well the first element what happened and what did you feel or think about it يا ترى ايه اللي حصل يعني افرض هو قال لي مثلا write a reflective essay uh, about your childhood أو write a reflective essay about uh, uh, a terrible thing that you uh, experienced before and how that affect you now uh, مأساة بعينها انت عشتها قبل كده وازاي بتأثر عليك حاليا طيب أكتب إزاي؟ بيقول لي uh, what happened فدي أول حاجة أنا هدور عليها أول عنصر أنا هكتب فيه بقى مجموعة من الأسطر uh, what happened to me the things that I experienced uh, how did I feel uh, المشاعر اللي أنا حسيتها أثناء ما الموقف ده حصل معايا والاكسبيرينس دي حصلت uh, how do I think about it uh, يا ترى إيه الأفكار اللي أنا يعني تناولتها أو الأفكار اللي جرت في دماغي أثناء ما الموقف ده حصل So this are uh, these are the the first sentences that you have to write about. ده اول اول يعني عناصر كده انت لازم تكتب عنها. طيب uh, the second element العنصر الثاني what was good and bad about the situation يا ترى الموقف اللي انت واجهته ايه كان الحاجه الكويسه والحاجه السيئه اللي انت عشتها فيه. So this is the second element. the third one analyze تبتدي تحلل بقى يعني احنا خلاص عرفنا ايه الموقف اللي حصل شرحنا ايه الشيء اللي حصل حكينا how did we feel about it حسينا ايه فيه كمان وضحنا ايه الجوانب السيئة والجوانب الجوانب الحسنه اللي حصلت بسببه ابتدي بقى يعني try to analyze ان انا احلل بقى ال... كل الحاجات دي كل الخبرات دي او الاكسبيرينسز دي what point did you make of it اه يا ترى انا بعد ال... بعد ما انا خلاص وصلت يعني خلاص I I understood everything that happened to me. How can I analyze this? How can I find the good and the bad in these situations? ايه الحاجات الكويسه والحاجات الوحشه اللي موجوده في هذا الشيء وابتدي بقى اقول اه ده ده العناصر دي كان يعني ابتدي احللها بقى ابتدي ادي عناصر ليها. The fourth element العنصر الرابع عندنا What else could you have done in the situation? طيب الموقف اللي حصل أنا تصرفت بطريقة بعينها هل كان ممكن أنا يعني يعني was it possible for you to act in another way or to use another مثلا يعني another way to express something to change something هل كان في في الإمكانية إن أنت تستخدم شيء تاني أو تقول حاجة تانية أو إن أنت مثلا توصل رسالة تانية ف try to express this. Uh, this is the fourth element. حاول أنت تعبر لنا بقى uh, هل ممكن كان في الإمكان أنت تغير شيء أو تقول حاجة تانية وكده؟ the fifth element بقى الاليمنت النهائي بالنسبة لي if it happened again what would you do؟ يا ترى الإكسبرينس دي لو حصلت تاني هتعمل إيه؟ تصرفك هيكون إزاي فيها؟ هل uh, will you act the same way you behaved before or you will act in a different way. طيب right. يلا بينا كده let's continue. Well, a reflective essay, a form of creative writing where you examine an experience or situation through self reflection. معنى ان a reflective essay عبارة عن نوع من انواع الكتابة الابداعية اللي انت حضرتك بتحاول ان انت تعبر عن خبرة سابقة انت عشتها ومدى انعكاسها على الوضع الحالي اللي انت فيه اه مدى تاثيرها على على حياتك الحاليه ايه You describe سايت you gained or express your views on some يعني أنت حضرتك بتدينا كده بعض ال بعض الآراء أو بعض الاستطلاعات أو يعني زي زي summary كده ملخص للحاجات اللي أنت عشتها وإزاي دي يعني اه بتعبر بقى عن عنها عن عن experience دي وإزاي أثرت عليك في الوقت الحالي. Reflective essays are typically personal writings. أه نخلي بالنا وركز كويس إن ال reflective essays أو المقال الانعكاسي ده أه عبارة عن مقالات أه غالبا بتكون مقالات تعبير شخصي. أنت بتعبر عن personal experience. أه خبرة شخصية أنت وجيتها about an experience but they can be made up as well يعني ممكن أنت كمان تألفها ممكن تألف experience بعينها أنت حصلت معاك وتبتدي تتكلم عنها برضه وتدي ايه التأثير اللي ممكن يكون يحصل لو فعلا الشيء ده حصل. Now we have an example for you يلا بينا كده نستوضح ال سويا ونشوف يا ترى هيتعامل معايا بشكل جيد ازاي. In my short life there are يعني we are going to take to talk about يعني personal experience something that happened before so in my short life there are many experiences that could qualify as life changing في حياتي اللي أنا عشتها في بعض الخبرات اللي أنا ممكن أقول عليها إن هي life changing عارفين يعني إيه life changing uh, زي زي نقطة تحول في حياتي غيرت حياتي بالكامل okay every new experience was at one time or another كل, experience من كل, كل تجربه أو خبرة أنا عشتها يعني كانت إيه كانت في وقت من, من الأوقات. The first experience هنبتدي نتكلم أهو the first experience for good or bad each instant changing the course that my life had taken. سواء so كانت الخبرة دي كويسة أو وحشة ولكن كانت عبارة عن نقطة تحول في حياتي وأثرت إن أنا غيرت فيها كتير. But the most transformative experience الخبرة الأكثر تغييرا في حياتي أو اللي هي عملت تحول كبير في حياتي was the birth of my youngest brother أنا طبعا مريت بتحولات كتير جدا ولكن الخبرة اللي غيرت كتير في حياتي كانت مولد أخي الصغير So this is how to experience or how to express a reflective essay. إزاي نحن بنعبر عن a reflective essay. طيب. Joel is someone my parents often call a happy accident. At the time that my mother became pregnant, I was 13. أو experience أهو حاجات إحنا بنعبر عن حاجات حصلت قبل كده. لما أنا كان عندي 13 سنة، هما بابا ومامته أنجبوا طفل اسمه جويل uh, I guess she's a girl. Um, uh, and my other brother Jake، uh, أخوه الثاني اسمه Jake، was 10. We were what you could uh, what you would call a well-rounded perfect family of four. إحنا كنا أربعة وكنا ما شاء الله الدنيا كانت حلوة خالص خالص. Okay. We neatly fit into the perfect classification in nearly every way. يعني كانت الحياة ما شاء الله جميلة جدا وكنا سعداء بمعنى كده لو إحنا حبينا نصنف السعادة فتتصنف كده إنهم أربع أفراد متوافقين سويا. Uh, we didn't realize what we were missing until the moment that my youngest brother first opened his uh, striking blue eyes. ما كناش نعرف الحياة السعيدة اللي احنا فيها ومقدرينها كتير إلا بعد ما أخي الصغير أصغر بقى عضو عندهم فتح عيناه الزرقوان. And truth, I resented the fact that I would be having another uh, أنا, أنا عليها, Okay? Nothing needed to be added to our family. And my mother, already 38 at the time, was considered high risk because of her age. طبعا والدته كان عندها 38 سنه فكان خاطر جدا عليها الميلاد او ان هي يبقى في طفل صغير في هذه الفتره. The pregnancy itself was full of complications that sent the straight course of my life into a roller coaster like loops that my 13 years old mind had a hard time uh, comprehending. But now I can see how. forging uh, how forging through those loops helped me to roll with the punch that life uh, inevitably brings uh, نلاحظ إن إحنا في الـ في الإسي أو في الـ في الكتابة اللي موجودة كلها بيعبّر عن إيه something that happened before experience that happened before and how it affects now in his life يعني كل اللي ده كان تعبير عن إيه اللي حصل قبل كده well now he's going to talk about how it affects now his life and what he gains from the uh, the, the يعني from the um, the beginning or the the born uh, his his brother من من مولد أخوه ال الصعب جدا إيه اللي حصل ااا uh, بالنسبة له وإيه اللي أثر عليه Uh, بعد كده برضي ابتدى ان هو يوضح the moment my new baby brother came into the world ابتدى بقى خلاص يعني he experienced or he expressed uh, the the moment that he uh, had his brother or the youngest one in his family and how it affects يلا هي ابتدى بقى you don't realize how much you need something until it's sitting in your lap وهي ابتدى يوضح لنا شايفين الpoints اللي أنا جايبها لكم بالأحمر ديان Uh, this how to express a reflective essay tell you reach uh, there are many different experiences in life but nothing so profoundly changing my views and outlook when all that caused me to see the world through new eyes أو هنا ابتدى يوضح لنا بقى تاثير ميلاد أخوه الصغير وازاي بالشقاوه بتاعته اثر على حياته اثر على الاسره بالكامل وإزاي إن هو غير وجهة نظره في الحياة بالكامل. Well, ending the reflective essay and now we are going to talk about comparative essay uh, اللي هو المقال المقارني أو المقا المقال بيبقى فيه مقارنة ما بين حاجتين. How to write a comparative essay with perfection باحترافية. إزاي نكتبه باحترافية؟ Well, a comparative essay you express two topics. one of a topic you experience or you uh, try to talk about the advantages and disadvantages and the other topic talk another birthday or uh, else to talk else about um, the advantages and disadvantages and what in between. والحاجات المش... يعني احنا في ال comparative في المقال اللي هو بتعمل فيه مقارنة بنتكلم عن موضوع بعينه وبنقول مميزاته وعيوبه وموضوع تاني مميزاته وعيوبه وبنجيب الحاجات المشتركة ما بين الموضوعين for example here انا جايبة لكم نوعين من انواع الـ 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 الكلاب الـ dogs um, type of it It's, uh, we call it the sample north um, type نوع من انواع الكلاب اسمه sample north With the other type is the cocapo نوع تاني من الكلاب اللي هي يعني زي ما انتم شايفينها كده الكلاب اللطيفة دي اسمها cocapo طيب How to write about uh, the sample north dogs and the cocoa box um, uh, uh, first we write a uh, sample and we large dogs okay so it's large dogs uh drools a lot eats a lot and sheds a lot يعني مشاغبين جدا ويعني بيتحركوا كتير وبياكلوا كتير خالص خالص وهي اساسا كلاب ضخمه للغايه طيب بعد كده هنبتدي we are going to talk about the cocavo dogs فنقول له لا ده دول uh small dogs not a big troller small either and not a lot of shedding طب ايه بقى اللي هي ال comparison contrast اللي هي doesn't park a lot هما الاثنين ده الحاجه المشتركه بقى ما بينهم doesn't park a lot يعني ما بيعملوش بقى صوت نباح كتير is friendly الاتنين اللي هما two dogs عندنا friendly ودودين جدا في التعامل بتاعهم with intelligent يبقى I'm, to, I'm, I'm giving you the advantages of one topic and the advantages of other topic أو أن أنا أتكلم يعني أتناول كل العناصر بتاعت one topic and all the elements of other topic ونجيب كمان in between الحاجات المشتركة ما بين the two topics comparative essay it compare and contrast essay يعني احنا ممكن نقول عليها comparative essay وممكن نقول عليها compare and contrast اللي هي المقارنة والتضاد أو مقالات المقارنة والتضاد. It's a type of essay that provides points of comparison between two subjects. بيبقى في عندي موضوعين واحنا بنحاول نقارن ما بين الموضوعين دول بنذكر مميزات وعيوب ولو في حاجات مشتركة بنذكرها من ضمن. So the essay structure tends to feature body paragraphs. that describe the two subjects يعني أنا عندي المحتوى الخاص عندي في أو الهيكل اللي بيبني الايسي اللي بيبني المقال عندي بيتكلم في إن the body paragraphs لازم بوصف فيه الموضوعين أوضح فيه الموضوعين before bringing it all together with a final analysis يعني بوضح الموضوعين وأجيب بقى يعني بقول differences اللي هنا وال differences اللي هنا قبل ما في النهاية بقى الكونكلوجن بتاعي في النهاية لازم أوضح بقى التحليل النهائي للموضوعين مع بعض. For example, for you, dear students, many people believe college is just a continuation of high school. هنبتدي يعني نتكلم بقى على الهاي سكول. فبيقول لي ده في يعني ناس كتير قوي بتعتقد ان الكليه هي استمرارية للمرحلة الثانوية هي فقط بس يعني هي ما فيش أي اختلاف هي استمرارية نفس اللي كان بيحصل معك في المرحلة الثانوية هيحصل بالضبط في الكلية لما أنت تدخلها إن شاء الله However the two have distinct أو uh, distinct, uh, or distinct uh, differences that can be ignored ولكن خلي بالنا نشوف احنا عندنا في two topics هم، خدوا بالكم من two topics إن هي ال college وال high school الكلية والمرحلة الثانوية. فبنقول however the two have distinct, uh, distinct differences في عندنا اختلافات جوهرية. distinct differences يعني اختلافات جوهرية that can be ignored اللي لا يمكن تجاهلها ما بين المرحلة الثانوية ومرحلة الجامعة أو مرحلة الكلية. Uh, when you walk on to a college campus campus اللي هو الحرم الجامعي لما بمجرد ما انت بتدخل الحرم الجامعي بتلاحظ اختلافات مهوله ما بينها وما بين الكلية. And it isn't just the new no found, uh, the, the new no found freedom. مش بس الحرية الجديدة اللي أنت بت... يعني إحنا we know that in high school you are obliged to stay at class. You are obliged not to leave class until the ringing of a bell. يعني أنت ملزم إن أنت تفضل قاعد في في الفصل بتاعك ما تتحركش منه إلا لو كان مثلاً الجرس رن بيقول لك خلاص اتحرك. You have a break time، بيبقى في عندك وقت فسحة. كل الحاجات دي مش موجودة في في المحاضرات أو في الجامعة. لما إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمكم جميعاً يا رب وتروحوا الجامعة، لا ما فيش بقى جرس يرن والحاجات دي، لا أنت بيبقى في عندك محاضرة موجودة مثلاً لمدة ساعتين، ممكن تحضر منها ساعة أو ممكن أنت ما تحضرهاش أصلاً. تسجيل الحضور والغياب والحاجات دي، يعني بردي بيبقى في بعض الحاجات فيها كده وفي بعض المحاضرات يعني it doesn't have Anything that relates to your absence. الجو العام نفسه، الحضور نفسه يختلف تماما يعني at school you have to stand and try to salute the flag بتحي العالم بقى وبتقف في طابور، بيبقى في إذاعة وكلام ده. كل الحاجات دي مش موجودة عندنا في فترة الجامعة. So Examine the similarities and differences of college vs high school by looking at the structure, teaching soil and grades. هنبتدي بقى هنوضح الس اللي هي التشابهات وال differences الاختلافات ما بين الفترة الجامعية والمرحلة الجامعية ما بين المرحلة الثانوية من خلال هنشوف بقى ايه الهيكل العام بتاع المكان هنا والمكان هنا، طريقة التدريس، وكمان حتى التقييم في حد ذاته الجريدنج نفسه يعني ترى انا لما بقيم بقى يعتبر ناجح وراسب في المرحله الثانويه لا في الكليه لا بيبقى في عندي حاجه اسمها امتياز اكسلنس او مثلا بيبقى في عندي فيري جود اللي هي جاي جدا بيبقى في عندي جود ويبقى في عندي فيلد ان انا راسب او اللي هي اسمها ضعيف وضعيف جدا والحاجات دي دي التقييمات بتاعت الجامعه فهيبدا بعد كده يمسك لي بقى بارت بارت ادي ان هاي سكول يبتدي يديني بقى ادي الستركتشور. عشان احنا هنا يعني تراي تو بي organized دير ستودنت ان احنا نكون منظمين قدر المستطاع انا لما انت ابتديت كتبت بقى في الفيرست باراجراف قلت ايه ان احنا هنناقش ديفرنسز والسيميلاريتيز الاختلافات والتشابهات من خلال الاستراكشر وتيتشينج ستايل والجريدنج يبقى بالتالي انت ملزم بقى في الباراجراف اللي بعد كده ان انت تتكلم عن structure في الاثنين وتيتشينج ستايل في الاثنين في المرحله الجماعيه والثانويه والجرييدنج برضه نفس النظام في الاثنين فابتدى هنا قال لي ان هاي سكول ذا ستراكشر وابتدى يوضح بقى اديشنالي uh, uh, فاكرين الكلمات اللي قلت لكم ان احنا نبتدي نضيف uh, معلومات فنقول اديشنالي teachers هيبتدي يتكلم بقى اهو ازاي ان احنا التيتشرز اهو teaching style بنشرحه ازاي furthermore نبتدي نوضح ال text الكتب شكلها ايه وابتدى يتكلم مع بقى على على ال assessments الأ, الأ, اللي هي التقييمات بتكون ازاي خلصنا بقى الهاي high school واتكلمنا عنها بشكلها ب, بمجملها after that we start to talk about college نبتدي نتكلم بقى على المرحلة الجامعية while college does have a structure ونبتدي نتكلم برضه بنفس الترتيب زي ما أنا بدأت هنا يعني I started with structure so in in high schools we started with structure after that we spoke about teaching style in high school we continue with the um, after that with the uh, teaching style آخر حاجة أو the last thing we spoke in college about grading نفس النظام برضه عندنا في الهاي سكول we will finish or conclude with the grading يبقى العملية تبقى منظمة عندي during my writing so, uh, عندي هنا الستركشر ال ال موجود وطبعا بنمشي برضي بنفس الترتيب اخر حاجة برضي بنقول lastly اخر حاجة بقى البروفيسور اهو uh, and tests ال ال الامتحانات بقى في الموجودة عندنا في, ال في ال الجامعات حتى حتى اللقب نفسه إن أنت in high school we call them teachers but at college we call him professor أو professors اللي هم محاضرين أو دكاترة دكتور في الجامعة uh, في النهاية بقى in conclusion we give you an analysis for both of them فبنقول بقى high school and college are both institutions هم الاتنين مؤسسات. of higher education using classes and grade structures. However، بالرغم إن هما الاتنين مؤسسات، أهو شوف بقى أنا جبت لكم حاجات in between، هما الاتنين مشتركين في إيه؟ هما الاتنين مؤسسات وبيبقى فيهم تقييمات وبيبقى فيهم كمان يعني أسلوب للتدريس. However، وبالرغم من ذلك، that's where the similarities end. هنا بقى خلاص التشابهات بتختلف. The structure, teaching methods and grading styles are completely different between these two institutions. يعني إحنا لاحظنا إن ال structures و teaching methods اللي هو طرق التدريس وكمان حتى التقييمات بتبقى مختلفة كلية ما بين المؤسستين. ده طبعا that was the final of our session today. إن شاء الله بإذن الله أنا um, يعني we um, prepared a form for you, dear students, to assess yourself and try to answer this question and find if you uh, got all the information uh, or not, inshallah uh, I'll drop the link for you in the chat box. هضيف اللينك حالاً إن شاء الله على chat. I uh, hope you, إن شاء الله, got all the information from me, Miss Wafa and Miss Amani, all best wishes. Thank you and goodbye.